جولة إخبارية جديدة بأهم عناوين الصحافة الوطنية نقدمها لكم من صفي جود، أهلا بكم. ونستهلها من صحيفة المساء لنقرأ لكم: فرقة جرائم الأموال بمراكش تحقق في صفقات بجماعة بالصويرة. استمعت الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بمراكش أول أمس الثلاثاء إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش آسفي بخصوص ملف الجماعة الترابية مكراد بإقليم الصويرة المتعلق بشبهة في إسناد الصفقات وتبديد مالية الجماعة. وأضاف مصدر قريبا الاستماع إلى رئيس الجمعية الحقوقية جاء بناء على شكاية سبق للفرع الجهوي للجمعية أن تقدم بها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي أحالها على الفرقة الجهوية المذكورة لإجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة ذات الصلة بالوقائع الواردة في شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام. ومن صحيفة المساء أيضا نقرأ لكم: أمن مراكش يوقف فرنسيا مطلوبا من الانتربول. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم الاثنين الماضي من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول أوضحت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية الفرنسية. ونمر إلى صحيفة أخبار اليوم: إعفاء دنيا باطمة من حضور باقي جلسات محاكمتها الاستئنافية في قضية حمزة مومبيبي. بعدما استنطقتها لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية، قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش صباح أمسنا الأربعاء إعفاء المغنية دنيا باطمة من حضور باقي جلسات محاكمتها الاستئنافية بسبب دخولها في الشهر الأخير من الحمل. وحددت المحكمة تاريخ 21 أكتوبر الجاري تاريخا للجلسة الثالثة من المحاكمة التي تتابع فيها المغنية في حالة صراحة بخمس جنح تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجة وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد على خلفية علاقتها المفترضة بحسابات حمزة مومبيبي. ونختم جولتنا الصحفية من بيان اليوم: ومن قلعة سراغنا تفقد تنزيل البروتوكول الصحي بالمؤسسات التعليمية. قامت السلطات الإقليمية بقلعة سراغنا الثلاثاء الماضي بزيارة تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية، وذلك قصد معاينة تنزيل البروتوكول الصحي المعتمد لمكافحة تفشي فيروس كورونا في الوسط المدرسي. وهكذا قام عامل إقليم سراغنا هشام السماحي مرفوقا بالكاتب العام للعمالة بالنيابة السيد علال بايو والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية السيد العلام القريشي بزيارة تفقدية لكل من ثانوية الساوت التأهيلية وثانوية سيدي عبد الرحمن الإعدادية بقلعة سراغنة وثانوية المربوحة التأهيلية بجماعة المربوحة. إلى هنا نصل إلى نهاية جولتنا الصحفية قدمناها لكم من صفي جود، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.